مساء الخير، انتم مشاهدينا راكم تتابعوا فينا في دياركم، انتم الحضور الكريم راكم حاضرين معنا. نرحب بكم من جديد في عدد جديد من برنامجكم مرسول الخير. في كل حلقه من الحلقات راح يكون عندنا ضيف، هو راح يكون ايضا مرسول الخير. نرحب سويا بمغني الراب والفنان مهدي كولوغلي المعروف بفلان. ضيف حلقة اليوم مطرب الراب مهدي كولوغلي المعروف بفلان. ومهدي كولوغلي فلان هذا لأول مرة داروا له كاميرا كاشي، هيا شوفوا السرعة. اكتب كل أملاك تاعو على زوجته، ما خلاهاش تحتاج حتى حاجة في حياته. كتب المكتوب وصرا له فقدان الذاكرة، مراها تبدلت الحياة. باش ما نحكيوش التفاصيل ويحكي لنا عمي منور تفاصيل أكثر، نرحبوا سويا بعمي منور. راه جاك الشيخ الناس تهون عليهم العشره هكذا. ديجا حكايه تاع دار العجازه ماشي غير اللي يديه مرتو، من اللي يديه ولادهم يدوهم ولا تحتم عليهم الدنيا باش يكونوا تما كاع. شغل ما باش واحد يكمل حياته في دار العجاز صعيب، صعيبه باسكو شغل يبقى وحده وماشي حاجه سهله. ربي يعاونك وليدي. مي لازم دائما كي يكونوا قادرين زعما باش نسقموها نسقموها، خاطر دوك الا هذا وليدها هو اللي سبا لازم نهضروا معاه. مهدي تسمح لي فقط، حضورنا الكريم مشاهدينا شوفوا الطرف الثاني زوجة عمي منور اذا كانت جاهزه باش تدخل البلاطو. واش راكي مدام؟ الحمد لله لاباس؟ ربي يخليك بخير. احنا سمعنا عمي منور واش حكى، دوك انا حابين نسمعوا من عندك الحكايه، يعني واش خلاك ديروا له الخلع لعمي منور؟ هو مرض بزاف، حتى وصل وين يروح في الليل، يفتح الباب ويخرج، نحوس عليه في الليل، وعندي بزاف مشاكل معاه. ملي مرض الحمد لله يعني من قبل كان لاباس بيه، رفدني رفد لي وليدي. السلام عليكم اختي. انا شغل ماشي باش نتدخل في امور تاع عائله، مي مادام راني هنا شغل اوبليجي باش نهضروا في هذا. معليش وليدي. اكيد تقولي انت بلي شغل كان مليح من بعد كي مرض اللي بداو المشاكل هكا. كانت قادرة تصرى الكونترير، كنت قادرة انت تمرضي وما شكيش تقبلي باش تكوني هكا. باش تقول لك وليدها في عمره 16 سنه يدير ضغوطات؟ 16 سنه ما شكيتش 17 ما يقدرش يدير 18 ما يقدرش يدير ضغوطات 17 سنه وصغير. والله ماشي هو اللي ماشي هو اللي يجيري يجيبو من الحراقه زوج خطرات. بصح الحراقه مش على هذه الحراقه، بالك عنده بزاف فايس واحد اخرين حاب يروح. قلت لي عنده دراري بالك ودي لها الشونطاج مهدي بالك. مدام راهو لهنا الا تقدروا تقنعوه، انا ماذا بيا راهو لهنا كي ولادي صغير. وليدك مينار او قريب 18 ما بقاش بزاف، الشهر الجاي يدير 18. راهو راجل يا مدام الله يبارك. جماعه اذا كان وليدها
قابل باش يدخل البلاطو. لا بتاعي بتاعي ما كاش ما كاش ما كاش الضرب هنا كاع ما كاش الضرب ما كاش كاع ما كاش ماشي صرا كاع ضربني 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 يا عم صرات خطره ولا زوج ولا غلطاتني من يوم اني انا نقول لك بلي ما صرا وليدها برك اذا راهو اذا قدرتوا تقنعوه باش يدخل البلاطو. السلام عليكم. راه جا فؤاد صاحب المشكل. عرفتوا شكون؟ شكون هذا؟ لا ها الله يبارك هاو يعرفك شت كيفاش؟ واش راك؟ لاباس؟ السلام عليكم. أنا خويا مليح خويا بيان. واش كاين مشكل معاه؟ واش عندك؟ اخوي بهدل هدايا كبير هذا عيب تقول الهضرة هذه يا خويا. بصح يبهدل دير لي بزاف مشاكل أنا هذا. علاش ما تعاودهاش الله يحفظك؟ تعاود تعاود ترجعيه دوكا عاود تبهدلنا قدام عيب هذا ما فيهش بهدل. لا يا علاش نهضروا معاك خويا؟ المشكل المشكل وشنو تبهدايل هذا؟ اخو انا والله غير نشتيقك شايف نحيني نحيني كاع ماشي وقتها نحكوا على المشكل دل دل تبهدل في حياتي بزاف يدير مشاكل يا حرا يا هرب من الدار يخرج في ما نساتني كاع ما يشتهلا فيا. واش يقدر يدير مشاكل هكا فهمني زعما وشنو المشكل اللي دارو؟ يا وليدي دافع عود بابك اعطيني بك المشكل اللي يقدر يديرو هكا. ضربني ضربني هذا هذا ضربني انا ما ضربتش هذا شو شو ضربني صافي اللي عايش فيه شي على حسب واش فهمت. انا عايش فيه شي بصح يعيي يا وليدي عيي تقدر ترجع له شي ويروح. اسمح لي درع فايس بيزار تقدر ترجع له شي ويروح خو يا فلان نشتيك يا خو بصح ما ماشي يا خو انا تحب الصح خو انا والله ما يشرفني يسمعني بنادم هكا باش نجيك من الاخر نسني نسمعك نورمال فاهم. لا لا شوف والله ما يشرفني حقار 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 ماكش تفهم ما واش راني نقول لك فاهم. انا هذا ما نعيش معاه ترجع صغير يا اخي والله ما تعرف صلاحك راك مقلق خو راك مقلق اش مقلق؟ الله يعطيك الخير انا من ولاش للدار نسلم لك على يدك يا وليدي يا وليدي الله يعطيك الخير ربي يعيشك يا خويا 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 معليش فؤاد ريح خو انا نروح يا خو عباك شنو ريح 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 انا شنو نسجل يا خويا درنا وجاه يا خويا العزيز رفي عود بابك يا خو انت لا كدير بهدايل دوكا والله شغل باش نكونوا لوجيك فهو هو ليك انسان كبير مريح ما دار والو وانت اللي راك تقول والله غير عيب يا خويا والله غير عيب والله والله غير عيب نخاف يدخل للدار يضربني لا لا ما يضربني يضربني تضربوا يضربني يضربني انسان مهبول انا ما تضربوا فوق ضربته اخو ضربته ضربته يا اخو يضربني يضربني ضربته هم تاعك ضربته وزيد يجي للدار نزيد نضربه لا لا فوق مدى الله يخليك مدى الله يخليك ما نهضروش خلاص الحصه حبس الله يخليك مدام خليه 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 مدام خليه خليه خلاص خليه نحكيو معاك حنا درك مهدي مهدي الله يخليك دقيقه لا لا مش نهضر خفيف معليش 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 خليه خفيف 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 معليش معليش لا نشرب الماء ها نشرب الماء الله يخليك دوك نجيب الله يخليك الله يخليك والله الله يخليك والله ما تقلق معليش معليش شوف معقول لا لا ما نجح في خلاف نهضر معاك كل واحد نهضر معاه بالك ما يقدرش يهضر قدام الكاميرا بجنا نحكيو معاه الله يحفظك لا لا قلت بالك حشم من الكاميرا ولا الله يحفظك الله يعطيك الخير مصبح وانت كاد اي بديت تقلق بديت تنرفع اي مزيا اللي عثمان راه رجعك ما خلاكش تتبع فؤاد روحي حبيبي روحي عمي منور عشت معك مليح المدام تاعك كانت متهليه فيك واش من السوفينير اللي معاها عمي منور لقيت معاها في الجبل سويت لها في الجبل في الصباح راه المنور دخل في الهازايمر ها روح انت وفي النهايه يا فلانه وليدي كريم واش راك كريم او معاك ولا معاك والله كريم شكون كريم عبي منور قلنا تساعدت قبيليه صح روحوا للدار بنا في الدار ولا كيفاش ندير اجراءات برك اجراءات تاع واش تاع دار العجازه بالعقل مادام لا ما تهضر مع هضر تعاودي تجيبيه ولا لا عمي نعاونوك نعاونوك ان شاء الله مادام وترجعيه عمي منور هدر معه هدر معه عمي منور قالت لك تعاود ترجعك للدار انا في الدار وترجعني في الدار كبر عندك تاوك معليش معليش باش تعاود تدخل الدار وتريح في تريح يعني في الدار محمد وين في الدار ما راكش في الدار دوكا ما راكش في الدار دوكا ما جابوكش من الدار عمو واش راه بويا كاكري تروح لدارك وين كنت عايش وين كنت عايش مع الاول وراني وتعاود تريح تما وراني درك
عبد المنور فيك تيلي تقدري تقولي اسمه مهدي ماشي كريم. واحد الجماعه جماعه دار معايا لي جا نقدو. وين هادي؟ في باب علي. تعرفيهم؟ يا فلان يا فلان يا فلان يا وهذا غير جدو حسان يا واف سهالك يا داروك لي اول مره كافي ركاشي الورث للموسم الثاني تاعنا. واسمه تعرفه؟ هو يعرفني. شكون انت عمي منور؟ ها؟ شكون انت؟ قول انا 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 كان مهدي. ما هذا شو ينشاني وقبيلك وكنت نسنى فيك تروح هكا باش نروح لك هكا حبيش تبوجي لي منا كاع. نقول لهم يعطيكم الصحة اللي راكم كاع تبعوا فينا ولا حجوز في رمضان صحة فطوركم و فوالا.